مو شرط المجال اللي بنتخصص فيه بدراستنا يكون هو مجال عملنا، يمكن بعد التخرج نكتشف انه حبنا وشغفنا موجود بمشروع خاص فينا. نداء غيث من مدينة الخليل اكتشفت حالها بمشروعها الخاص، حنتعرف اكثر على التفاصيل من خلال تقريرنا. محاسبة أوكي، فالظروف يعني إنه تجوزت مسؤولية الدار يعني بعدتني شوي عن المحاسبة. طبيعتي بحب الحلو، يعني في البيت كنت أعمل كتير أشياء. هلأ اللي شجعني بناتي إنه يلا ماما اليوم بدنا نفتح لك صفحة. طب يعني شو أفتح صفحة وش محيقة حالي؟ فعليا يوم ما طبقت 40 سنة فتحوا لي بناتي الصفحة وصمموا إلا أبلش فيها، لقيت حالي في الحلو فعليا. حاولت أبلش أعمل كيكات ما لقيت حالي. صدفة يعني لي أختي ماخدة دورة شوكولاتة، من خلالها تعرفت على الشوكولاتة، حبيت الموضوع من خلاله بلشت. هلأ بدي أقول لك بس ليش مسمية لوليا ستور. المشروع اسم أمي الله يرحمها عشان يضل مرافقني على طول، هذا هو سبب تسمية اسم لوليا ستور. هلأ هي للأمانة إذا أنت ما حبيت الإشي ما بتقدر تبدعي فيه. يعني بقول لك أنا بلشت ممكن أعمل قوالب كيك ما لقيت حالي، كاسات أوكي لقيت حالي، أما إني قوالب لا ما لقيت حالي في الموضوع نهائيا. بعمل جوزية، هي جديد دخلت على الخط، الكيكة التركية، شوكولاتة بالمكسرات، تمر محشي بالمكسرات مغطس بشوكولاتة دارك، شو ما يخطر ببالك بالشوكولاتة بعمل للمناسبات مثلا كله. مشروعي يعني ما بقدر أقولك إيجابيات أو إيجابياته، خلينا أنسي سلبياته لسه، يعني ما بعرف سلبياته أما إيجابياته أضالي وقت فراغ كبير. كان عندي وقت فراغ، أنا يعني بعيدة عن أهلي مغتربة عنهم، أضالي وقت فراغ كبير اللي إشي اللي أنا بحبه لقيت حالي فيه، فهم علي؟ يعني وأنا بشتغل بنسى الدنيا، يمكن لأكون مثلا زعلانة من إشي بنسى الدنيا كلها وأنا بشتغل، بحب شغلي كتير. طبيعتي بحب أهتم بالتغليف كتير، مش بس إنه أشتغل المنتج وأطلعه هيك، لا لازم يكون المنتج مرتب، أي طلب يطلع من عندي كامل. يعني إذا إجتني طلبية كاسات تطلع بمعالقها بتطلع بصوانيها بتطلع كاملة ضيافة مباشرة. الصعوبات هي الصعب، أنا مش كتير على السوشيال ميديا على الفيسبوك هيك إنه لا توصلي للناس، ومن النوعية ما بحب أمدح شغلي للأمانة. يعني هاي في بيقولوا لي خدي الفرجي عرض ما شغلك على كفيات أشياء، ما بحب نهائيا، ما بعرف ليه، يمكن هذا غلط لازم يعني إني أروح وأعرض من خلال إلاف. قبل كنت من خلال صفحتين لأنه جديدة، معارف قرايب صحبات كانت هيك، أما من خلال إلاف يعني إنه أعطتك مجال إني أعرض منتجاتي بعينات صغيرة. إذا أنت شايفة عينات صغيرة، هلأ ما في مين مكان ممكن يرن عليك يقول لك بدي مثلا بس 3 حبات، لا إلاف سمحت لي إني أعرض منتج صغير للناس يجربوا ويطلبوا أكثر. هلأ أول سنة ما حسيت إشي تغير كتير، بس بعديها بتحسي أنا وين كنت. يعني لما أنا مرقت كل هالسنين وما عم بشتغل ما عم بعمل إشي، ما بقولك والله المشروع صار واو، لا لسه المشروع بأوله وبده تعب، بس بتحسي فعلا تفكري أنا وين كنت، ليش يعني أنا قاعدة وأنا بإيدي هيك موهبة. حتى كتير في بلوم علي إنه لا اشتغلي أكتر اعرضي منتجاتك أكتر، بس يمكن كسولة شوي من هالناحية.